في قطاع السكن قامت السلطات المحلية لولاية النعمة بتوزيع مفاتيح السكنات الاجتماعية على مستحقيها والتي يقارب 300... 320 سكن في جو سده الفرح بعد معاناتهم وذلك لسنوات هذا وتوعدت مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري بالنعمة باستكمال كل المشاريع السكنية قبيل نهاية سنة 2019 مصطفى دحاوي رصد التالي رب العالمين اللي فرج علينا ربي وفرج على المؤمنين وكل ونشكر السلطات الجزائريه وتحيا الجزائر من ثمان سنين ميزيريه عشتها في كراج رانا فرحين اللي دينا دي هذه السكينه رانا فرحين كاع الشعب والحمد لله كنا مغبونين 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 فوق الشيء اللازم تقسيم هذه 300 وشي من السكنات الاجتماعيه تدخل في اطار التنميه والتهيئه التي عرفتها هذه الولايه اذن نشوف حقيقه بان ازمه سكن بالنسبه للولايه بدات تنفرج